الرابعة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة للثقة في برنامج الحكومة المصرية. وخلال الترأس الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، أكد مدبولي على ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد. وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الالتزام بالمصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وأيضا الالتزام بسقف الدين العام. أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل ردا على ضربة أدت إلى مقتل 4 في جنوب لبنان. وبحسب ما قال الحزب، فقد تم إطلاق صواريخ من نوع كاتيوشا، وذلك ردا على الهجوم الإسرائيلي على بلدة الشمع. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، وذلك وسط حالة تأهب قصوى بشأن احتمال شن جماعة حزب الله اللبنانية ضربات انتقامية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية قام بعمليات اعتراض فوق منطقة الجليل الغربي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى التكاتف معا من أجل منع أي أعبان يمكن أن تدفع الشرق الأوسط برمته إلى حافة الهوية. وأكد غوتيريش أن الهجمات في مرتفعات الجولان وجنوب بيروت وطهران تمثل تصعيدا خطيرا داعيا لممارسة أقصى درجات ضبط النفس. قالت مصادر فلسطينية إنه تم تسجيل أكثر من 1,800,000 إصابة بأمراض مختلفة في قطاع غزة، وذلك نتيجة ظروف الحرب والنزوح والحياة القاسية في الخيام واكتظاظ المرضى بالمستشفيات ونقص الأدوية. وفي هذا السياق أوضحت المصادر الفلسطينية أن استهداف إسرائيل لمراكز التعليم بغزة حرم 800,000 طفل وطالب من التعليم، بينهم 39,000 حرموا تقديم امتحانات الثانوية العامة. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كل الأطراف ذات التأثير في قطاع غزة والمنطقة إلى تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار، كما أدان لافروف اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران. أطلقت روسيا سراح الصحفي الأمريكي إيفان جيركوفيتش وعنصر البحرية الأمريكية السابق بول ويلن، ذلك في إطار إحدى أكبر صفقات تبادل السجناء بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة. وشملت عملية التبادل سجناء من الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وبيلاروسيا وروسيا. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرارات شجاعة اتخذها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وأدت إلى عملية تبادل تاريخية للسجناء مع روسيا. وأشاد بايدن خصوصا بالدور الذي أدته ألمانيا وتركيا لإنجاز صفقة تبادل 26 شخصا بينهم قاصران. قالت وكالات رصد إن زلزالا ضرب جنوب إيطاليا وشعر به سكان منطقة أوسع، لكن لم ترد تقارير أولية عن أضرار كبيرة. وقالت إدارة الإطفاء الإيطالية إنها لم تتلقى أي تقارير عن أضرار أو طلبات للمساعدة، وهو نفس ما قالته إدارة الحماية المدنية في البلاد. ومن جانبه قال المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا إن الزلازل وقع بالقرب من مدينة كوزيسنا، وأشارت تقديراته إلى أن قوته بلغت 5 درجات. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي أو الكيو آر كود ظاهرة من حضرتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.